أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية أمس الخميس عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة رماد والذين يعملون في القطاع غير المهيكل. أوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه وتكميناً للإعلانات الخاصة أو الإعانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة رماد أن يدلوا ابتداء من اليوم الجمعة بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة. وأضاف البلاغ أن قيمة مبالغ الدعم هذه تبلغ 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. ولهذا الغرض يشير المصدر ذاته تم إحداث الموقع الإلكتروني تضامن كوفيد بويما، موضحا أنه يمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول.